مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. بعد المشاكل الكتير اللي حصلت الأعوام الماضية في امتحانات الثانوية العامة من اختراق القوانين واستخدام بعض الوسائل لتسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ده طبعا كان غير مقبول، وده كان بيخلي في تساوي بين الطالب اللي بيذاكر طول السنة وبين الطالب اللي يعني بيتم تسريب الامتحان ليه وبيغش الامتحان بالكامل، او بالعكس كمان كان الطالب اللي بيغش بيكون متفوق عن الطالب اللي تعبان طول السنة. مشاكل كتير جدا بتمر بيها الثانوية العامة من سنين طويلة. السنة دي قرار امتحان الثانوية العامة يكون بنظام وشكل جديد، نظام اسمه بوكلت. النظام ده مش هيتيح التصوير للامتحانات لان هو هيبقى حوالي 20 ل 30 ورقه على ما اتذكر. دلوقتي هنعرف من استاذ طارق عبد المحسن الخبير التربوي يعني ايه نظام البوكلت بالظبط وهم هيكونوا كام ورقه امتحان. صباح الخير واهلا وسهلا. الاول اهلا بحضرتك وشاكرين استضافه في البرنامج، وبنقول لكل مصر سعداء بيكوا وان شاء الله يكون عام سعيد علينا عام 2017، ومصر تكون امنه علشان يقدر التعليم يستمر ويستقر بإذن الله إن شاء الله. وإحنا شاكرين لوجود حضرتك معنا في البرنامج. ربنا يحفظك. طيب في البداية رأي حضرتك في المنظومة التعليمية في مصر بشكل عام، ما لها وما عليها؟ يعني تقدر تقولي كده النظام التعليمي كله المفروض أن أنا عايز كل أبناء مصر يخشوا المجرى التعليمي نفسه. المجرى التعليمي نفسه أنا ما عنديش في مصر ما يسعى لجميع الأبناء للوصول إلى جميع المراحل التعليميه. يعني عايز امشي بنظام اسطواني، كل اللي داخل خارج. تمام. ما بيحصلش. في كم متسرب من التعليم؟ متأيدين في الوزاره وما بيحضروش الامتحانات وبيحضروا التسرب التعليمي. التسرب التعليمي ده بيبقى له عوامل كثيره جدا. هذه العوامل بتخضع لظروف اجتماعيه وظروف سياسيه، واهمها الظروف الاجتماعيه بتاعت الاسر. الأسر الفقيرة تحديدا أو الأسر اللي هي عايشة تحت خط الفقر. تمام. وده موضوع كبير لمناقشته في المشاكل الاجتماعية بالظبط، لأن هيكون في أطراف متعددة في العمل الاجتماعي. تمام. لكن احنا مش عايزين نناقش مشكلة التسرب التعليمي دلوقتي. التسرب التعليمي بيبقى بنسب من 20-25% تقريبا. وبتزداد في المرحلة الكبيرة اللي هي من بداية من الصف الخامس والسادس لغاية المرحلة الإعدادية، اللي هو التعليم الإلزامي اللي في مصر. تمام. المفروض ان الطالب المصري او المواطن المصري اللي اتولد في مصر بيتربى بيتاخد من بداية الصف الأول الابتدائي لغاية ما يخلص المرحلة الإعدادية. ده اسمه التعليم الإلزامي، يعني واجب على كل ابن من أبناء مصر أن يحصل على هذا التعليم، أن يحصل على الإعدادية. لازم. شوف أنا بقول لحضرتك إيه اسمه تعليم إلزامي. فواجب على الدولة والأسرة والمجتمع والشرطة والدنيا كلها أنها توفر لهذا الإنسان التعليم حتى المرحلة الإعدادية. تمام. نسبة التسرب لما بتزيد يبقى معناها أن عندي هتحصل مشاكل في هذا المجتمع برضو بنسبة زيادة التسرب. أكيد لأن طبعا. ده هيحصل نوع من أنواع المشاكل الاجتماعية المتعددة، لأن اللي ما بيتعلمش دلوقتي هنلاقي يعني هياخد منحة آخر بعيد عن المشاكل. هياخد منحة آخر بعيد عن النشاط التعليمي. أكيد طبعا. فهياخد منحة آخر، المنحة الآخر ده بقى إحنا عارفين متعدد الأشكال، مشاكل متعددة، مش مجال للمناقشة. تمام. لكن هرجع أخش بقى على المنظومة التعليمية. أنا لو وصلت في المنظومة التعليمية في مصر إلى أن كل اللي داخل بيطلع متعلم، يبقى أنا نجحت في مصر في التعليم. وده غير متاح زي ما قلت لحضرتك لدخول عوامل مشاكل كتير موجودة، مشاكل متعددة كبيرة جدا، سواء أسرة سواء مجتمع سواء قرى عادات تقاليد. موضوع كبير، مش موضوع سهل، يجب دراسته بتأني وحرفية. تمام. بحيث ان انا كمصر او كبلد في زعامة مصر وقمة مصر والعلماء اللي موجودين في مصر ان هم يقدروا يحددوا المشكله فين عشان نقدر نعالجها ونوصل ان كل اللي بيخش المجال التعليمي او المجال التعليمي يقدر يطلع على المستوى طيب. العلمي المتميز. طيب اللي بيدخل وعايز يتعلم فعلا ويعني ملتزم بالحضور وبالامتحانات وبكل شيء، هيك شايف ان المناهج اللي موجوده دلوقتي يعني بالتطور اللي في كل العالم واللي موجود وبالمناهج التعليميه المتطوره جدا في الخارج، هل ده اللي بنتعلمه في مصر هل ده ممكن يخلينا نطلع للواقع الخارجي ونتعايش ونشتغل ونتطور وبلد تتصلح؟ لا. طيب ده هيحصل اللي احنا بنتعلمه في مصر تعليم اكاديمي. تعليم ليس له تطبيقات في واقع الحياه العمليه. اتغير من زمان. كل العلم او التعليم في مستوى العالم كله اتغير. اتغير لان حصل ان العالم كله بقى وحده واحده.
فالعالم كله واحدة واحدة معناها ان انا عندي تقدم هنا وتقدم هنا وتقدم هنا، انا تأخرت عن هذا الركب يبقى يجب ان الحق بهذا. طب ليه ما اجيبش المناهج دي واخليها ومصرها واضيفها للمناهج التعليميه بدل ما اقعد لسه نعمل مناهج ونفكر في فكره مناهج؟ المناهج موجوده، ليه ما اجيبهاش؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لن يصلح مصر الا ابناء مصر، لن يصلح التعليم في مصر الا الدكاتره، الدكاتره اللي هم اساتذه كليه التربيه واساتذه التعليم والمهتمين بالتعليم والخبراء التربويين واصحاب الافكار التعليميه المتعدده في مصر موجودين، والحمد لله بلدنا مليانه خير كتير من العلماء. لو ان حصل في مجلس اعلى للتعليم قعد وحط سياسه عامه للتعليم في مصر يطبقها وزير التربيه والتعليم او وزاره التربيه والتعليم، اعتقد ان احنا هننجح، لان لازم نصلح من نفسنا بنفسنا. طب ده هيحصل لو جبنا حد من بره يصلحنا، مش هنقبل. وده بدافع الوطنية. احنا بناخد وقت كتير قوي. لا هناخد وقت بس هيبقى صح، زي ما اكون انا ببني بلدي، انا ببني بلدي بنفسي. انا مش قصدي لحد بنهالي تعليميا، كتب يعني كتب العلوم، يعني العلم يعني العلوم بتتطور في العالم كله، هتبقى هي اللي بتدرس في الساينس، المفروض ان احنا دلوقتي يدرسوه الولاد، فده مش محتاج ان احنا لسه نقعد نعمل كتب. فده تقدم علمي على مستوى العالم كله، فده نقدر ناخده. اللغه الانجليزيه نقدر ناخدها، الدراسات طبعا والدين والعربي ده المفروض المصريين اللي يعملوا، لكن في حاجات احنا ممكن ناخدها، يعني حاجات متقدمه ومتطوره، يعني سهل جدا ان احنا ندرسها. لو احنا قدرنا ان العلوم اللي بندرسها للطلبه بتاعتنا في المرحله قبل التعليم الجامعي، بحيث انها تبقى مطابقه للعادات والتقاليد والبيئه اللي بينشأ فيها الطالب، هتجدي ان احنا هنتقدم. زمان كان في الحمله الفرنسيه كانوا بيتفرجوا علينا واحنا بنزرع القمح، واحنا ما كانش عندنا تعليم في ايام 1897. طب النهارده احنا بنزرع القمح، هل احنا بنكفي نفسنا؟ لا طبعا. لكن لو انا كان عندي نوع من انواع التعليم المرتبط بالبيئه، يبقى انا هنشط البيئه واعمل لها نهضه، وفي نفس الوقت هعمل اقتصاد. لان التعليم ده عباره عن استثمار اقتصادي في النهايه، لان من غير تعليم مفيش اقتصاد. لان انا عايز منتج ومخرج تعليمي. طيب وامتى بقى هنخرج من يعني احنا بنتكلم بقالنا سنين، هنخرج امتى من نقطه الكلام لنقطه التنفيذ؟ افتكر ان الرئيس السيسي ربنا يديله الصحه ويقويه على هذا العمل القائم في مصر واللي بيعمله، انه فعلا عمل مجلس اعلى للتعليم. المجلس الاعلى للتعليم ده لو حط سياسه واستراتيجيه وتنفيذ، اعتقد ان احنا هنوصل. لكن لازم نوصل من جوه ابناء مصر. انا مش عايز اخد تجربه وامشي فيها، لان التجربه قد تكون لها مساوئها، قد تكون لها اضرارها، قد تكون لها عواقب على المجتمع اللي عندي. انا مش عايز ده. انا عايز تعليم يخرج من عندي، من عاداتي وتقاليدي وفهمي للامور ومعالجتها وتطبيقاتها، واشوف البيئه المحيطه بي ايه واعملها. في الحاله دي انا هنجح. يعني لو انا حطيت ان انا كتعليم خدت جزء مثلا في التعليم الزراعي، خدت جزء في التعليم الصناعي، خدت جزء في التعليم الاكاديمي، مش كل الناس لازم تطلع دكاتره ومهندسين ومدرسين ومحاسبين، بالعكس طبعا. التعليم الصناعي في مصر هو الامل، ان انا عايزين نفتح المصانع، عايز وعايزين نشتغل، عايز مصانع، عايز عمال، عايز مهندسين عمليين، وعايزين مزارعين متعلمين. عايز بالظبط كده، انا عايز اعمل انتاج، مش عايز اعمل تعليم مجرد التعليم. اكيد الناس النهارده عندنا في مصر بتاخد التكنولوجيا على انها نوع من انواع التظاهر. هرجع لحضرتك للبوكليت بقى اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. البوكليت ده لو اتعمل هذا العام في هذه السنه من الثانويه العامه، اعتقد انه لن يكون هناك غش، حتى الطالب مش هيبقى عنده وقت. طيب يبص شكل البوكليت بره الغش، شكل البوكليت كام ورقه؟ هقول لحضرتك حاجه، لما باخد منتج زي البوكليت ده، ده بيبقى وراه عمل رهيب جدا من مستشارين المواد، لموجهين المواد، للمدرسين اللي بيدرسوا المنهج، وباخد منهم جميع الاسئله المتميزه والمتخصصه في هذه الماده، وبحطها للطالب في وحدات. الوحدة الأولى مثلا عندي في وحدة رقم واحد، وحدة رقم اثنين، وحدة رقم ثلاثة، بحط أسئلة محددة على الوحدات دي بحيث إن أنا أغطي له المنهج كله. في نفس الوقت لما بحط له الأسئلة دي بدي له قواعد يمشي عليها في هذا البوكلت. بقول له خلي بالك إن البوكلت بتاعك ده لما تيجي تفتحه في الامتحان لازم يكون فيه مثلا عدد أوراق معينة بتبقى يعني مذكورة في البداية. يعني هيتدرب عليه في البداية. لازم. ولذلك أنا بقى طالب الدكتور الهلال الشربيني وزير التعليم من مبنى الاذاعه والتلفزيون في قناه النايل لايف في حضور حضرتك مدام ايمان، ان فعلا لازم يتعمل امتحان تجربه
لو أن هذا النظام سيطبق هذا العام لازم يتعمل على مستوى المدارس مش على مستوى الوزارة. مستوى المدرسة، المستوى المدرسة دي تقدر تعمل امتحان بوكلت بحيث أنه يبقى تدريب للطالب على الامتحان وعلى وقت العام. الأسئلة كمان أن الوقت متقسم بالضبط على نوعية الأسئلة وهيبقى على الوقت وهيبقى على عدد الصفحات وكيفية الكتابة بتاعت الإجابة. لأن الإجابة عبارة عن اختار، اكتب مقال مختصر، اكتب كلمتين محددين، انا عايز سطرين بس. انا عايز اربع كلمات تجاوب عليهم، يعني لو سطرين محدش يسرد. بالظبط، هو ده اللي مفيش سرد للاحداث. مفيش حاجه اسمها تحصيل، انا مش بدي عمليه تحصيل للطالب، بقول له عايز تشوف الطالب استفاد ايه السنه دي. كده انا عايز الطالب المفكر، الطالب المبدع، الطالب الفاهم، الطالب اللي عنده ذاكره قويه يقدر يتذكر هو كان بيقرا الموضوع ده امتى وحصل عليه ازاي وابتدى يخرجه من دماغه الى واقع الايه، شكل الاسئله اتغير، الورقه نفسها الامتحانيه ده غير شكل الامتحان، شكل السؤال كمان اتغير، شكل السؤال وشكل الامتحان. البوكلت جميل جدا، وعلى فكره كل ابنائنا الطلبه في الثانويه العامه عارفه ان هم هيمتحنوا بنظام البوكلت، لان هذا الموضوع موجود على موقع الوزاره في وزاره التربيه والتعليم. طيب، جميع المواد دلوقتي هو اتعمل علشان ما حدش يقدر يصور الامتحان وينزله على وقت. ما حدش هيبقى عنده وقت، ما حدش، انا حد لحضرتك وانا غير اللي جنبي ترقيم الاسئله في كل ورقه. انا غير اللي جنبي، غير اللي جنبي، مظبوط. دي اتاحيه للممتحن انه يدي لكل لجنه امتحان، ده غير ده غير ده في داخل اللجنه الواحده، لان احنا عندنا بيبقى في لجنه عامه اللي هي اللجنه بتاعه الوزاره، كل واحد لينا وبعدين في معين. عندنا اللجان الفرعيه اللي هي مقسمه في المحافظات، وبعدين عندنا اللجان الاساسيه اللي هي في المدارس. وبعدين داخل المدارس دي في لجان دي صغيره، مسؤوليه صعبه، مسؤوليه كبيره جدا طبعا، عمليه مش سهله. احنا شكل الامتحان هيكون معانا على الشاشه دلوقتي، عايزين نرفع العبء من على الكهل الوزاره بهذه الكيفيه. احنا شكل الامتحان معانا، تفضلي. دي اول ورقه المفروض اللي هي فيها الاسم والرقم، فيها الاسم ورقم الجلوس والطالب وعدد اوراق البوكلت نفسه والدرجات والاسماء والماده اللي هيمتحنها وعدد الاوراق. خلي بال حضرتك عدد الاوراق كم ورقه هم؟ هيبقى سواء 12 13 20 حسب 10 الامتحان. مش فرق حسب كل امتحان، ملهاش رقم محدد، بحيث ان الامتحان كله هيتغطى. يعني مش هسيب جزئيه في الماده غير لما الطالب يكون عارفها. اول ورقه وكيفية الأسئلة وأنواعها، وده بال حضرتك. فعند الطالب تحية كبيرة جدا أنه هو يتابع هذا، بس هيتابعه أثناء الامتحان ولا هيتابعه من بره؟ طب أنا عايز أعمل نظام البوكليت على مستوى الدولة، على مستوى الجمهورية مصر العربية كلها، يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ أعمل امتحان تجريبي على مستوى المدارس، مش عايز أحمل الوزارة حاجة عشان الطالب نفسه ما يفاجئش. دلوقتي كتابة استمارات الثانوية العامة بتشتغل، يعني في المدارس بتحدد وبتشتغل عشان لسه هتقدم للكنترول العام في الثانوية العامة. طب ما انا اجيب الطالب وهو بيكتب الاستماره واقول له عندك امتحان يوم كذا، واللي مش هيحضر الامتحان انا مش هدي له اتحيه، انا مش مسؤول عنه كمان، عنه هو كده. مش عارف يحل، ما اديتهوش خبره عشان هو ما يجيليش اخر السنه ويقول لي لا انا انت بتديني امتحان انا لم اعتاد عليه ولم اتمرس عليه وما عنديش فكره عنه. طب ما نعمل امتحان تجربه داخل على مستوى المدرسه، بس قرار من الوزاره ويروح للمدارس عشان المدارس تنفذه. يبقى قرار تنفيذي من الدكتور الهلال الشربيني ينزل على مستوى الوزارة كلها في جميع محافظات مصر وينزل يطبق في كل إدارة تعليمية وكل محافظة وكل خلاف على مستوى المدارس. ده كمان الإجابة هتكون في نفس ورقة الأسئلة، في نفس الورقة. يعني معناها أنا إن أنا مش هقدر أصور، مش هقدر أعمل حاجة، أنا مش هقدر ولا أصور ولا بدل الورقة حتى لو صور، ولا أكتب على الورقة وأديها لصاحبي ولا أي حاجة. خلي بال حضرتك بس نشوف الإتاحية بتمشي إزاي. أنا لما بيكون ورقة الأسئلة ورقة واحدة، أي حد وانا لا اتهم احدا هيخش تيك صور الامتحان في ثانيه بقت موجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها. لكن انا لما هصور 14 15 ورقه معناها ان انا لازم هحدد الورقه دي طلعت من عند مين ورقم الجلوس كام واسم مين ولجنه كام عشان اعرف ده طلع منين. ما برضو في نسبه ذكاء في وضع الممتحن نفسه حاطط البوكلت ده، مش كده يعني لازم يكون حاطه هو رقم اللجنه هيبقى مكتوب جوه كمان الورقه. طبعا أوكي. طبعا مصدر التسريب، لان انا هنبقى مثلا قاعدين ثلاث صفوف داخل اللجنه، ده عنده امتحان بوكلت في نفس الماده اللغه العربيه مثلا ده مجموعه الف وده ده عنده الف وده ب وده ج ده عنده دال وسين وصاد دوكا. بس المهم ان جميع هذه الامتحانات هتكون على مستوى واحد، مستوى التحصيل النهائي واحد. ممكن احد اخلف له الاسئله يعني السؤال اللي في صفحه واحد عندي عنده صفحه خمسة ده مثلاً. عنده صفحه في ثلاثه ده وهكذا. مش موضوع يعني ما هياش اتحيه بسيطه، هيبقى صعب الغش والهرج والمرج اللي بيحصل. هو الغش يعني انا عايز اقول لحضرتك ايه، من هو الطالب الذي يلجا الى الغش؟
هو الطالب الذي لم يذاكر. أكيد. طب مين اللي ما خلاهوش يذاكر؟ هل المدرسة؟ هل البيت؟ هل إمكانيات الأب والأم؟ هل إمكانيات الطالب؟ هل أوضاعه الاجتماعية؟ موضوعات كبيرة جدا. أنا عايز أقول لحضرتك بس في طلبة عندها ضغوط أسرية كبيرة وعندها مشاكل اجتماعية بتبقى هي عايزة تنجح، ده هي بيبقى عنده محضرتك. يعني الهدف والمن جواه إن هو عايز يغير من حياته، فبيضطر إن هو يذاكر عشان يغير من حياته. هقول لحضرتك عايز حد يفهمه لأن ده سن صعب كمان. هقول لحضرتك جملة بسيطة جدا، هناك فارق بين الفهم والإدراك. أكيد. أنا طالب ثانوية عامة، أنا فاهم إن أنا في ثانوية عامة، لكن أنا مش مدرك إن أنا لما أخش امتحان الثانوية العامة وامتحن واجيب مجموع قليل ايه اللي هيحصل لي بعدها، او اجيب مجموع كبير ايه اللي هيحصل للتغيرات في حياتي. هل انا هبقى في كليه من الكليات الدرجه الاولى، في الثانيه، في الثالثه، مش هخش كليات خالص، مستقبلي مستقبلي بعد كده كمان هيبقى عامل ازاي؟ هي دي القضيه الاصليه، هناك فارق بين الفهم والادراك. صح. معظم الطلبه اللي عندنا مش مدركه انها في ثانويه عامه او مش عارفه المسؤوليه اللي عليها. ولذلك ده دور الاسره ودور الاب والام ودور العائله ودور المجتمع ككل. انت في امتحان ثانوية عامة انت لازم نوفر لك كل السبل. بس الطالب اللي بوفر له كل السبل هل هو بيستغلها لصالح العملية التعليمية وانه فعلا يحصل على مجموع قوي جدا مثلا او ممتاز؟ هي دي القضية بتاعت مين؟ بتاعت كل شخص. أكيد. ان كل شخص لديه فروق فردية ما بينه وما بين الاخر، هي دي اللي بتوضح الفروق في الثانوية العامة. لان انا بامتحن ثانوية عامة كل ابناء مصر في هذا العقد. مثلا العقد مثلا 2017، سنة 2017 متقدم لي 300,000 طالب، 400,000 طالب، انا عايز منهم كام يبقوا في كليات القمة، وعايزين كليات كذا، وعايزين كليات كذا. كل الكليات مطلوبة، اللي ما دخلش كلية قمة ما يزعلش، بس حسب مستواه الدراسي وتحصيله. هفضل املى مصر كليات؟ مظبوط. طب فين التطبيقات اللي انا عايزها من ابناء الناس دي؟ مظبوط. اللي هي طلعت عشان تنتج في مصر. صح. انا عايز انتاج في مصر، انا مش عايز التعليم يؤدي الى ان انا معايا شهاده وحاطط ومعلقها وخلاص. لا، انا عايز شهاده اقدر اشتغل بيها واحقق انتاج ليا ولاسرتي والبلدي، لان ده بيبقى بيؤدي الى ناتج قومي مش ناتج خاص يعني. أكيد. أستاذ طارق عبد المحسن الخبير التربوي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لتوضيحك إيه هي ما هو موضوع البوكليت والطريقة الجديدة لامتحان الثانوية العامة السنة دي، وأكيد كان ناس كتير جدا مستنيين التوضيح ده. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. في حاجات كتيرة بإذن الله إن شاء الله في مرة جديدة مرة جاية إن شاء الله بحضرتك معانا ونوضح باقي الموضوع. شكرا أفضل معاك وبشكر الأستاذ المشاهدين لو أثقلت عليهم في شيء إن شاء الله. لا حضرتك نورتنا. شكرا حضرتك مشاهدينا، خلصنا حلقتنا، بس لسه مكملين مع أصدقائي.